اليوجا ممكن تفرمل شوية من تطور حالات الزهايمر؟ اه طبعا طبعا فعلا؟ طبعا، احنا بنوصل اكسجين لكل جسمنا، اوكي. يعني كل خليه جواك بتتنفس معاك وحضرتك بتتمرن، مع الاستمراريه طبعا. يعني في بس طبعا اللونج ده في المراحل المبكرة مش كده برضو؟ يعني المراحل المبكرة من الإصابة بالمرض ده. لا، ده احنا ده بريفنت كمان، يعني ده بيقيك من مرض الزهايمر، اوكي. ضعف الذاكره. وفي ناس اوريدي اتعمل، الباحثون عملوا بحث عن مجموعه من الناس، كانوا 25 فرد كلهم فوق ال 55 سنه، اوكي. 14 منهم خلوهم يمارسوا اليوجا مره في الاسبوع وكل يوم 20 دقيقه تامل لمده 12 اسبوع، و11 اتعمل لهم تمارين تنشيط الذاكره، بعد طبعا ما كلهم اتعمل لهم فحص الذاكره في الاول عشان يشوفوا نسبه الذاكره عندهم وقوتها. المجموعه الاولى والثانيه بقوا زي بعض في الذاكره، يعني تنشيط الذاكره، فاذا اليوجا بتنشط الذاكره زيها زي تمارين تنشيط الذاكره اللي بتتعمل مخصوص للناس دي. من زاويه ان هي بتساعد على التنفس السليم، صح كده؟ وده بالظبط، من شأنه ان هو التنفس ده اهم حاجه، ده الكي بتاع اليوجا. يعني اي حركه بعملها من غير نفس مظبوط ده مش يوجا، ده ممكن نسميه اي حاجه تانية. لكن أي كل حركه في اليوجا اللي بنسميها بوز او اسانا لازم يكون ليها نفس مخصوص. طب ايه الفرق بين اليوجا والتأمل او المديتيشن او لا، اليوجا المديتيشن ده جزء من اليوجا، ده اليوجا ما ينفعش لكن غير الاساس مديتيشن. هي اليوجا. لا، اليوجا يعني جواها المديتيشن مديتيشن، تحت تحت مظله الامبريلا بتاعت اوكي اليوجا، تمام. مديتيشن او ريلاكسيشن. احنا عارفين ان كبار السن مش هيعرفوا يعملوا مديتيشن لوحدهم، لازم تكون جايدد، يعني اوكي مع حد. بس احنا النهارده ممكن نقول لكبار السن ان هم يعملوا تمارين في البيت لوحدهم بسيطه وسهله، وتخلي كل الجوينتس اللي هي المفاصل بتاعتهم وممكن وهم والعضلات قاعدين بتاعتهم على الكرسي تتحرك. عادي هم قاعدين على الكرسي عادي زي جدا، الفل واللي عايز يقف يقف، زي الفل. مفيش يعني ممكن مشكله. نشوف بقى من يعني تورينا مجموعة من اوكي، التمارين. اول حاجه انا بس عايزين لما لما حد كبير في السن بقعد، او اي حد حتى لو شاب، ندخل الهيب شويه وسطنا لجوه، يعني ما يبقاش في فراغ ما بين وسطي والكنبه. اوكي لو حسيت ان انا هيبقى في فراغ بين وسطي والكنبه بحط مخده زي اللي انا حاطاه ورا ظهري دي. اوكي اوكي، تمام. طيب رجليا يستحسن ان رجليا تبقى 90 درجه، يعني نازله 90 درجه، اوكي. يعني رجلي من تحت لمسه الارض. لمس الارض بالظبط، كلها. ايوه بالظبط. تمام. اوكي، طيب انا ليه بعمل كده؟ انا بعمل كده علشان في ناس لما تيجي تقعد على الكنبه تلاقي رجليها اترفعت كده، في سبيس بتوين الرجل والارض، اوكي. يعني في مسافه هي بين، بس تبقى لمسه في فراغ الارض من بالظبط، بطن الرجل فده كلها. بيخلي الرجل تورم شويه، اوكي. خصوصا مع كبر السن والاملاح والحاجات دي. طب. فاحنا دايما لو انا قاعده على كنبه وحسيت ان انا رجليا مش طايله الارض، يستحسن احط مخده تحتيه، او احط كام شلت او حتى بوفه صغيره قدامي، وابقى فارده رجليا، ابقى مرتاحه، تمام. بحيث ان انا اجبر ظهري انه يبقى مفرود واقعد قاعده مظبوطه. تمام. اوكي، ده مبدئيا. تاني حاجه بعملها ان انا دلوقتي عايزه اقيس النفس بتاعي، فانا هعمل ايه؟ انا هاخد شهيق وعد على صوابعي الشهيق قد ايه، وليكن المينيمم مثلا اربعه، يعني هاخد أربع شهيق عدات. اربع عدات، اربعه. اوكي، واحاول اخلي الاكسجين ده اللي هو الاكسجين جوه جسمي على قد ما اقدر، بس مش لدرجه ان انا اكتب نفسي جامد، انا مش عايزين خالص نعمل بوش على نفسنا. اوكي، فهكتم الاكسجين شويه في جسمي وبعدين هطلعه بالراحه. اولا وانا بطلع الاكسجين من بقي بالراحه، انا عايزه اهدي الفيس ماسلز بتاعتي كومبليتلي، يعني انا عايزه اهدي عضلات الوش بتاعتي تماما. فده بيقيني من ايه؟ من نوبات الذعر اللي بتيجي دايما كمان للناس الكبار اكتر، لان احنا كل ما بنكبر في السن كل ما بنرجع اكننا اطفال. صحيح. فالنفس ده لو اتمرنا عليه يوميا، كبار السن اتمرنا عليه يوميا، ان انا اخد شهيق بعدين اكتم شويه وزفير قد الشهيق بالراحه، وانا مهديه كل تفاصيل وشي. اوكي. ومغمض عيني ومركز، يعني انا هاخد شهيق كذا مره وليكن 5 مرات. اوكي؟ او ان انا اخد شهيق وزفير قد بعض من غير ما اعمل ما اعمل فاصل ما بينهم، او اكتم النفس جوه او احوشه جوه شويه. بس في الحالتين بكون مغمض عيني. اغمض عيني ليه؟ علشان دايما اركز اكتر. الجسم دايما في الحاضر. لكن المخ دايما يا اما بيفكر في حاجه فاتت يا اما شايل هم بكره. فانا ايه اللي بنفس قوه العقل بتاعنا؟ مخنا، النفس. فانا اوكي. بجيب عقلي لهنا دلوقتي لجسمي عشان اركز مع نفسي، ما ركزتش في اي حاجه حواليا. تمام. فانا لو غمضت عيني ده هركز مع هيساعد على نفسي، ان ده هيساعد. يتحقق يعني. بالظبط اوكي. بالظبط. فانا بخلي الشهيق قد الزفير وليكن نعملها 5 مرات.
او لو انا عايزه اهدي اعصابي وبيجي لي نوبات ذعر كتير مع كبار السن، بيجي لهم الحكايه دي كتير، ممكن اخد شهيق واحوش شويه الاكسجين جوايا واطلع الزفير من الفم بالراحه. بالظبط. اوكي. وبعد كده طب انا ليه بحوش اكسجين جوايا؟ يعني ايه الفرق ما بينهم؟ انا عايزه استخدم اكبر سعه من الرئه بتاعتي، اعود الرئه بتاعتي ان يبقى فيها اكسجين زياده. أوكي. فده كمان بيقيني من امراض. حلو. لما انا بستخدم الرئه بتاعتي او استخدم اكبر ساعه منها، معناها ان انا لو جالي كحه مثلا، لو جت كورونا مع انتشار الكورونا، تمرينات التنفس دي انا شخصيا نفعتني جدا لما جالي كورونا. فلان بتزود الاكسجين في الدم، فبالتالي الاكسجين بيوصل احسن للمخ. فلما الاكسجين يوصل احسن للمخ وللخلايا بتاعتنا، ده هيقيني بعد كده من الزهايمر.